أجمل ما سمعته من صور الحب في الزجل مقطع يطلب الحبيب فيه رؤية وجه حبيبه أو حبيبته وهو على فراش المرض. يمكن كلكم سمعينه. بإلا لما نبساعد وداعد تسمع، لما نبساعد وداعد تسمعي لي تعي وتبسمي ولا تدمعي، حتى بعيوني صورك صورة وداع وسكر عيوني أو طبق عيوني جفوني وآخذ الصورة معي. هذه لشحرور الريدي. نعم، إذا اجتمعت الموهبة ورقة الشعور لا يوجد أي عذر للإنسان ليكون شاعرا. ياسر سعد يستلهم الانتماء كشتلة تبغ تقطات من عرق الجبين وتعب الكادحين، ومن زهور الحقل يرسم وجه الحبيبة وأسرار العاشقين مع الشاعر ياسر سعد.